وخلينا بقى نبدا كده بامبارح، لان احنا زي ما كنا بنتكلم انا وحضرتك قبل الهوا، احنا لعبنا ب 4 2 3 1 الخطه كده، لكن او اللعب طريقه اللعب كده، لكن بتفرق بقى من طريقه اللعب كخطه على الارض بتترجم وغيره. امبارح شفنا في استحواذ شديد جدا، كولر ما عندوش فكره ان انا ابدا والعب لعب مقفول وادافع اكتر، لا الراجل بيستحوذ، الراجل بيهاجم، وده اللي احنا او دي كره القدم في النادي الاهلي احنا نعرفها اصلا، فربما عادت مره تانية. خلينا نبدا بدي، طب ما نبدأ بعودة الروح. ما دي كلها داخلة في بعض. هي طبعا طبعا عودة دي الروح، حقيقي. عودة الروح لفريق النادي الأهلي، عودة الروح من حيث الأداء، وعودة الروح من حيث التنفيذ والفكر صح للاعبين. طب نقول إيه؟ لأن ناس كتير بتختلف، أو بنقول طريقة اللعب اللي هي في كل 4 2 3 1 أو 4 3 3 أو 3 4 3، كل دي طرق لعب، لكن تختلف الطريقة واحدة، لا الخطة بقى تختلف الخطة اللي بينفذها المدرب بالظبط. من خلال الخطة دي، من خلال طريقة اللعب. تقول لي ايه الخطة؟ الخطة اللي هي واجبات اللاعبين داخل الملعب. تبدأ الخطة امتى؟ يعني الطريقة، طالما مفيش كرة في طريقة قبل الملعب، قبل المباراة ما تبدأ في طريقة وانس، او في مرحلة اول ما الكرة تتحرك في الملعب سواء مع الخصم او مع لاعبي النادي الاهلي تبدأ الخطة بقى. الخطة ايه؟ الواجبات اللعيبة داخل الملعب بما فيهم حارس المرمى والعشر لاعبين اللي قدام، كل واحد بقى له دور، الدور ده بقى هي دي الخطة. ازاي بقى ينفذوا الكلام ده؟ فاحنا قلنا عودة الروح. روح ايه؟ ان فرقة النادي الاهلي مش الاستحواذ وبدون فايدة، وانت ممكن تستحوذي وما تسجليش اهداف، لكن الاحظ ان في مباراة أمس اللي هي المباراة اللي اتلعبت امبارح، لو نلاحظ الثلاث أهداف في هدفين منهم من الضربات الثابتة، يعني اثنين ضربات ركنية، واحدة اتعملت ضربة ركنية مباشرة وضربة ركنية الثانية القصيرة ثم اتلعبت. طيب إذا أنت أضفتي حاجة من الحاجات اللي كانت ناقصة النادي الأهلي. كنا بنلعب لنا في الماتش 10 ضربات ركنية ما نستفدش منها، ما فيش فيها أداء. هنا بقى الخطة اللي معمولة داخل طريقة اللعب، الخطة إيه؟ إن مين اللي هيتحرك على الأيمن قريب، مين هيتحرك على الأيمن بعيد، مين اللي بيعمل كروس جواهم عشان يربك المدافعين اللي هم موجودين، بحيث إن حمدي فتحي يسجل الهدفين، سواء واحدة بضربة رأس بالأمام ثم بمهارة بالخلف. كل ده بقى كان ناقص النادي الاهلي في الفترة السابقة. حضرتك كنت بتقول في السياق اجابتك على سؤال دهواند ان كل لاعب ليه دور، بيتهيألي في بعض الحالات كان اللاعب عليه كمان اكتر من دور، زي ما حصل مع الديفندرات. يعني شفنا في لقاء الاياب بصفه خاصه ان يعني الى حد كبير الديفندرات كان عندهم حريه في اللي هم كمان يبقى عندهم نزعه هجوميه، والنزعه الهجوميه بدورها تحسها كانت حاضرة قوي في سياق المباراتين الحقيقة، في الذهاب والإياب. فهل دي إشارة إن هو بيفضل الهجوم؟ طبعا دي أكيد حاجة كويسة، أكيد إن الهجوم هو اللي بينتج عنه أهداف. ما هو الأساس في كرة القدم الدفاع الثابت، يعني الدفاع صلب، دفاع متحكم، دفاع ملتزم، ثم التطوير للهجوم. فإحنا كان قبل كده بنشوف دفاع بس، صحيح. لكن التطوير ده كان بياخد وقت. اهم حاجه بقى الوقت ما بين الدفاع والهجوم، أيوة ان التطوير يعني اطور الكوره ان انا العب بيها عشان اطيب بيها الجزء الهجومي. فدي واجبات على اللاعب، ان ايه؟ مش انت مدافع تقطع الكوره بس او تستخلص الكوره من الخصم، طب وبعدين؟ لازم يكون لها دور تاني. ازاي ابني هجمه؟ ازاي ابني دور للمهاجمين انهم يسجلوا اهداف من خلال تمرير، من خلال ترقيص، من خلال محاوره، من خلال اوفر، كل دي بتتحول. فهو خلى لاعيبه النادي الاهلي، اي لاعب دلوقتي في كره القدم العالميه لابد ان يقوم بالدور الدفاعي ويقوم بالدور الهجومي. الدور الدفاعي امتى؟ اول ما يفقد الكوره تبدا حارس المرمى والعشره اللعيبه اللي قدامه ازاي نستخلص الكوره من الخصم. ده الدور الدفاعي بتاعنا، دي خطه. ثم ازاي خدناها، ازاي ننقلها ونطورها ونحورها ونوصل بيها عشان نسجل بيها اهداف، لان الكره ما بتسجلش الا يعني الهدف بيتسجل بهدف ايه؟ ان انا استخلص الكره عشان اجيب الاهداف. صحيح. شفنا الجول بتاع عبد القادر، ما الكره اصلا
كانت مع الخصم استخلصناها، اتلعبت طويله لعبها له، اتلعبت من ناحيه الشمال فعلي معلول لعبها له، ما هو مدافع ده اللي انا بقول عليه، ان المدافع ازاي يطور هجومه، راح لعبها لعبد القادر، هذه مهارته، لابد ان يكون في كل فرقه المهارات اللي زي عبد القادر دي، لان هو بمهاره قدر يتخلص من الخصم وبمهاره قدر يسجل الهدف. فلابد ان الفرقه الحمد لله الحمد لله بدات دلوقتي ما تعتمدش على لاعب واحد، ما تعتمدش على اسلوب لعب واحد، ما تعتمدش على الكور الطويله واللي هي دي دايما في صالح المدافعين اللي هم الخصم يعني بيستخلصوها، لكن ازاي احنا نبني هجمه بناء صح في المساحات والفراغات اللي شايفينها.